السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة تانية إعدادي، الفيديو ده عملته كده لسهولة الوصول إلى جميع إجابات امتحانات برافو للمحافظات. آدي كده الامتحان الأول اللي هو صفحة 200، امتحان محافظة الإسكندرية، هنا تكملة امتحان محافظة الإسكندرية صفحة 211، 201 أقصد. الامتحان التاني محافظة البحيرة صفحة 202، تكملة نفس الامتحان صفحة 203، الامتحان التالت صفحة 204، تكملة الامتحان التالت صفحة 205، الامتحان الرابع صفحة 206، تكملة الامتحان الرابع صفحة 207، الامتحان الخامس صفحة 208، تكملة الامتحان الخامس اللي هو صفحة 209، الامتحان السادس صفحة 210، تكملة الامتحان السادس صفحة 211، الامتحان السابع صفحة 212، الامتحان السابع 212، تكملة الامتحان السابع وده صفحة 213، الامتحان الثامن صفحة 214، تكملة الامتحان السابع دي صفحة 215، الامتحان التاسع صفحة 216، تكملة الامتحان التاسع صفحة 217، الامتحان العاشر صفحة 218، الامتحان بقية الامتحان العاشر بيقضي صفحة 219، دي بقية الامتحان العاشر، الامتحان الحداشر صفحة 220، تكملة الامتحان الحداشر صفحة 221، الامتحان الاتناشر صفحة 222، تكملة الامتحان الاتناشر صفحة 223، الامتحان التلاتاشر صفحة 224، الامتحان بقية الامتحان التلاتاشر صفحة 225، تكملة الامتحان سكرين شوت طبعا، وبتاخد السكرين شوت ومعاك الإجابات.
الامتحان 14 صفحة 226. تكملة الامتحان 14 صفحة 227. الأسئلة دي هنعمل لها فيديو تاني مخصوص لجميع الباراجراف والإيميل واللتر، هتلاقوه على القناة. الامتحان 15 صفحة 228. تكملة الامتحان 15 وهو صفحة 229. الامتحان 16 صفحة 230. تكملة الامتحان 16 صفحة 231. الامتحان 17 صفحة 232. تكملة الامتحان 17 صفحة 233. الامتحان 18 صفحة 234. تكملة الامتحان 18 وهو صفحة 235. الامتحان 19 صفحة 236. تكملة الامتحان 19 وصفحة 237. الامتحان 20 صفحة 238. تكملة الامتحان 20 صفحة 239. طبعا بناخد سكرين شوت من الفيديو وبكون معاك الإجابات وتحل وتراجع، ده لسهولة المراجعة لجميع إجابات برافو إن شاء الله تانية إعدادي ترم تاني. أتمنى الاشتراك في القناة عشان في فيديوهات مراجعات شيتات بقى، ما هيش برافو، شيتات خاصة كده بالمدارس. أتمنى التوفيق للجميع والاشتراك في القناة. أقول لكم يخسبكم إيه، أوغيفوار.